الحسين حب الحسين يجمعنا حب الحسين. نحن منتسبو وقادة جامعة الكفيل الموقرة أساتذة ومنتسبين وموظفين وطلاب نتشرف بخدمة سيدنا مولانا أبي الفضل العباس عليه السلام وسيدنا مولانا أبي عبد الله الحسين بهذا الموكب موكب جامعة الكفيل. موكب جامعة الكفيل بالحقيقة يقدم خدمات متنوعة، من هذه الخدمات أولا يقدم وجبة إفطار للزائرين الكرام، كذلك توزيع العصائر على أوقات مختلفة خلال اليوم، وجبة غداء وأيضا وجبة عشاء. كذلك يحوي هذا الموكب مفرزة طبية للرجال وللنساء، نقدم بها الخدمات المختلفة. الكادر المشرف على هذه المفرزة هم من الأطباء ضمن كلية الطب التابعة لجامعة الكفيل، والموجود بالمتخصصين بصرف الأدوية هم من الأساتذة كلية الصيدلة في جامعتنا. كذلك نقدم خدمات خاصة بالأسنان من قبل أساتذة الأطباء الأعزاء في كلية طب الأسنان، ووجود الطلبة أيضا بها. نسأل الله وندعوه أن يتقبل منا هذا العمل الصالح، والسلام عليكم. حب الحسين وسيلة السعداء.